نبتدي بقى تجهيز فريق مصر المرعب. يا كابتن دول الكباتن بره ادخلهم ولا نتقل عليهم شويه؟ تتقل عليهم ليه؟ اصبر اصبر يا كابتن. ندخل العيال اللي عايزين يلعبوا؟ دخلهم بس واحد واحد بنظام. حاضر حضرتك، سمعت؟ واحد واحد بنظام. يلا ماشي يا دول، ده كده هو بره كتير قوي. الواد فتله باين عليه واد شاطر قوي. انا مش همسكه بس البوفيه بتاع اتحاد الكوره، انا همسكه البوفيه بتاع الفيفا. يلا. الله يا دول يا ابو قلب كبير يا دول. انا بقول لك يا دول، ما تخلي الكابتن من لواني يكتشفني يا دول. ده انا على فكره كل اللي يشوفني يفكرني ابو تريكه. يفكرك ابو تريكه؟ ايوه يا دول، ده انا شبهه تيبيكال. حتى بص يا دول. يا هبال، انت فكرك ان ده ابو تريكه؟ قال يا عبيط. امال يا دول؟ ده عمرو زكي يا غبي. يلا يلا، انت اساسا بالكتير شبه الملواني. لا مؤاخذه يا كابتن نادي الناس. يلا ماشي يا دول. ماشي يا كابتن ماشي. يلا يا جماعه بقى، واحد واحد وعايزين نظام. ها عايزين الكابتن الاولاني يدخل. يلا يا رمز، انا مش قايل لك دخل الناس واحد واحد، مدخل لي خمسه مع بعض ليه؟ معلش يا دول، لما انا لقيته بقى زحم المكان بره فقلت بقى اخف شويه من بره. انا عبود الخطيب، هداف الشرابيه دورتين ورا بعض. عبود؟ قصدك عبود على الحدود يعني. عبود، علاقتك ايه بالكورة؟ علاقته واضحة، هو والكورة شبه بعض يعني. حضرتك ما تبصش لهيئتي، حضرتك شوف مهاراتي، أنا التوينز بتاع زيدان، شبهه شبهه يعني. فعلا شبهه، الصباع اللي أنت بتشاور بيه ده شبه زيدان فعلا. يا ابني المهاجم لازم يكون رشيق الحركة. أنا ممكن أخس كيلو ونص. أنت محتاج تخس طن ونص. يعني يا كابتن مفيش أمل يا كابتن؟ إيه رأيك يا كابتن؟ والله يا كابتن انا شايف ان هو ممكن يبقى حارس مرمى كويس جدا، لان هو لو وقف في المرمى مش هيبقى فيه ولا خرم حد يجيب فيه جوان يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حياتك يا كابتن، ربنا يخليك. يلا يلا يا رمز اللي بعده. يلا عينيا يا كابتن دولة. يلا يا جماعه الكابتن اللي بعده. الكابتن اللي بعده. ما هو دخل اهو. يا اهبل يا اهبل، انت مش شايفه؟ ما انت لا اما تدخل لي خمسه خمسه، لا اما تدخل لي نص نص يا غبي. معلش يا دول، اصل انا لقيت واحد دايس عليه بره يعني، فصعب عليا. معلش يا دول. وده يبقى ايه ده؟ حامل الرايه؟ لا اكيد الرايه اطول منه طبعا يا كابتن. العين عليها حارس، وانا بعون الله حارس مروه علي الحضري. حارس مروة؟ حارس مروة يعني ايه؟ ازاي يعني؟ انا بلا فخر وبلا مجاملات عشان مالكوش عندي مجاملة، انا علي الحضري حارس مرمى الشرابية والزاوية. قصدك حارس مرمى القصارين. تينكير تينشوكي بقى. بص يا كابتن، انا عندي خفة حركة غير عادية. ده انا كنت بنط الحضري في ديسك واحد. كنت مع الحضري في ديسك واحد وهو ما جالوش ديسك وطول، وانت جالك ديسك قصرت ولا ايه؟ معلش والنبي يا دولا، والله العظيم شكله هيصعب على المهاجمين قوي على فكره، وهيتعاطفوا معاه. لا ده ما ينفعش جون خالص. ليه بس بتعطل؟ ابوس تيشيرتك خدني معاك. وانت طب ما انا عندي فكره يا كابتن. ايه هي الفكره؟ ايه رايك يا كابتن لو هو بقى مهاجم بتاع الفريق؟ اكيد الفريق المنافس مش هيشوفه وهو عمال بيزرق من وسطيهم ويقدر يجيب جوان كتير. فكره حلوه، برافو عليك. فكرة ايه بس ومهاجم ايه دولة؟ طب ما فرقته بردك مش هتشوفه يعني، هيروح الجون ومن غير كورة. مش اشكال مش اشكال، فرقته مش مهم تشوفه، المهم هو يشوف فرقته. انت بتعرف تشوف الناس نظرك كويس؟ انا جايب لينسز بمحلوله. لينسز بمحلوله، ايه رأيك؟ خلاص نتكر على الله. الف مبروك، انت المهاجم يا بتاع الفريق. الله يخليك يا كابتن. كابتن دولة يا ريك، هوبا عايز احترف يا ريك. هوبا كابتن دولة. عينيا يا كابتن، عينيا عينيا. يلا الكابتن اللي بعده. دخلنا على سوق العبور. ايه يا ابني انت جاي تشجع ولا ايه؟ انا فرج الناشف وزير دفاع فريق جرجه. وايه النهجان اللي انت فيه ده؟ فاكر مثلا ان احنا ممكن نعمل لك ماتش اعتزال؟ لا انا الكوره بتجري في دمي. تجري ايه في دمك اذا كنت انت اساسا مش قادر تجري؟ مين قالك ده؟ انا ساعات بروح بلدنا ماشي. طيب وبعدين ايه اللبس اللي انت لابسه؟ انت فاكر نفسك رايح الغيط؟ مفروض تلبس لبس رياضه. انا بلعب في بلدنا كده. اسمع الكلام وانت ساكت، انت جاي من اولها لمضى. اسمع اوامرك يا سعاده البيه، اوامرك يا سعاده البيه. يلا يلا بعد يا رمزي، يلا خلينا نخلص. يلا يلا مشغور، والبس لبس التدريبات. عينيا يا دول. الكابتن اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عثمان من السودان الشقيق، واسمي الدلع شوكولاته. قصدك اسم الدلع شيكا بالا، وجاي تحترف هنا ولا ايه يا عثمان؟ يا ريت يا كابتن احترف عندكم هنا بس يعني. خلاص خلاص، سيب بياناتك يا عثمان، سيب بياناتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسل عسل عسل. اللي بعده اللي بعده، شوف لنا اللي بعده بس حاجه على كريمه كده. عينيا يا دول عينيا.
الكابتن اللي بعده بالخطوه السريعه. قال له يا عمو انا نفسي العب كوره بس بشرط ما تكونش تقيله، ممكن ولا ايه؟ في كوره ايه؟ يلا يا ابني يلا يا ابني روح العب بينج بونج اجري. طب ممكن يا عمو العب بينج بس؟ لا انا ممكن انا بقى نجري. يلا يلا من هنا يلا. خلاص خلاص كفايه كده النهارده، واتصلوا بالناس عشان بكره نبدا التمرين. طب تفتكر يعني يا كابتن ملواني العيال دي ممكن يجي منهم نتيجه كويسه؟ طبعا بنعمل لك من الفسيخ شربات. شوفوا يا رجاله، كل واحد فيكم لازم يعرف انه هو مشروع نجم، ونجم كبير كبير جدا، وان انا المدرب ومدرب كبير كبير كبير. ايه يا دوله كبير كبير اللي عمال يقولها دي؟ يا عم مفيش حد كبير هنا هون غيرك يا دوله. يعني انت بتقومنا عليه؟ هو يوسف كبير في السن مالكش دعوه. يعني انت مثلا كمهاجم قول لي ازاي هتتعامل مع الخصم؟ كمهاجم ربنا يستر وما يبقاش بقى ايه مكسب للخصم. انا عمري ما كنت مكسب لحد، انا لو ما ضرتكوش مش هنفعكم، انا مهاجم عندي حاسه الهداف، كل همي ازاي اجيب جون من غير ما حد يشوفني. ليه هتحط الجون في الضلمه؟ انا همشي بنصيحه الكابتن عادل ليا. ولا انا هتبناك، يلا انا معجب بيك، خد تعالى تعالى انا جايب لك السندوتش ده مخصوص. بص الطويل قد ايه اهو، خد السندوتش ده مثل اعلى ليك، يلا السندوتش ده بيلعب عقله من زمان، يلا اتكل على الله. وانت يا عبود عبود. اه يا كابتن. انا عايزك بقى كجون كده تقف جون مصحصح، قول لي هتعمل ايه. شوف يا اسطى، هو انا في خطه كده هعملها ان شاء الله، حلمت بيها ان انا هبقى مفوق جدا ومش هنام يوم الماتش خالص، وان شاء الله مفيش كوره هتخش الملعب. اهم حاجه يا عبود خلي بالك تفضل مصحصح جوه الجو، اوعى تقعد، لان انت لو قعدت ممكن اي جول يجي من هنا ولا يجي من هنا، يبقى مش عايزين اي ثقوب في الجول خالص. تقوم يا كابتن عادل تقوم. برافو عليك يا عبود. اما انت بقى يا ناشف، عايزك تبقى مدافع رخم وغلس وغتت وزنين، هتعمل ايه بقى يا ناشف؟ انا هراقب المهاجم من اول ما يطلع من بيتهم لحد ما الماتش ما يخلص، مش هسيبه. حلو 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 حلو، روح المخبرين دي راقبه من ساعه ما يطلع من البيت ووصله لغايه البيت. برافو عليك. اما انت بقى يا عثمان، عايزك تصحصح معايا لحسن يكون مصيرك دكه الاحتياطي. اه وبعدين لو فشلت كمان على دكه الاحتياطي هنشيلك بالدكه ونحطك قدام باب اي اماره يا عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه هتبقى بعد كده مصيرك وعليكم السلام. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. عمو عمو وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه يا ولا؟ اول حاجه انت تبعد عن الناشف. ايوه. والتاني حاجه انا مش طردك قبل كده يالا. وحشتوني. اطلع بره يالا، اطلع بره يالا، احنا ناقصين. لا اما بقول لك خليك خليك عشان لما الجمهور يجي يشتمنا يركز الشتيمه كلها عليك يالا. بص بص بقى، بص ده يا كابتن، يا نهار اسود، ده لعيب جامد جدا، شفته وهو واخد الكره على صدره كده. جامد ايه قصدك؟ على كرشه. ايوه ما هي دي صحه يا كابتن. يعني بص انت بس شوف اختار وعايز كام لعيب عشان تدخله من المنتخب. اولا دول ما ينفعوش يلعبوا كره خالص، دول ما ينفعوش حتى يلعبوا دوره رمضانيه، خدهم وانا اديك فلوس. خدهم ايه؟ لا لا انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ انا فهمت انت قصدك على السعر. يعني عموما انا ممكن اديك 2 لعيبه فوقهم لعيب هديه، وممكن اريحك في السعر. لا انت تريحني وتكسر الكاميرا دي خالص، واوعى حد يتفرج عليهم خالص. لاحظ يا كابتن انك انت بتكلم سمسار. وبعدين يا كابتن يعني معلش انا عملت بنصيحتك انا كابتن. لا الموضوع مش كده خالص، انت اللي فهمتني غلط. يا ابو الكباتن والله انا ياما قلت له ما تتسرعش يا دوله. اصل السمسار دوت عنده مكتب ووكيل لاعبين ومعترف بيه في الفيفا. الله يرحم زمن الكوره الجميل. انت هتفضل معديها؟ بقول لك ايه، ما اسمعش صوتك بقى ملواني. انت مش عارف قيمتي خالص، ولا حد في مصر كلها عارف قيمتي. انا هسيب مصر كلها وامشي، انا رايح الفيوم، رايح الفيوم اراضي الكتاكيت. اطلع بره. اهو طلع، ما هو طلع، بتطلعه بره بعد ما طلع. اسكت خالص، يعني ايه دلوقتي يا كابتن؟ يعني مفيش فايده. للاسف لا، عامل لك ايه، انت اللي فهمت كلامي غلط. معلش يا كابتن، معلش يا ابو الكباتن، يعني ما تزعلش، هو دايما بيفهم غلط كده. وبعدين ده ابننا برضك ومستنبي. ابننا برضك؟ ابن انت بتتكلم معايا على الكوره يا دي؟ انت بتفهم في الكوره يالا؟ ايوه بقى دول، انا مش عايز اتكلم، انا بفهم في الكوره واحرف منك على فكره. انت احرف مني يالا؟ يا ده انا اللي كنت بغلبك زمان، يا ده انا كنت بمرمطك يالا في الشارع. ايوه ايوه بقى، مرت اللي جول انا كنت بحطها فيك وتحسبها عليا. مش كانت الكوره بتاعتي؟ كانت الكوره بتاعتي، يبقى انا احسب لك ولا ايه؟ زمان عايز خلاص
خد الكره اهي. يا سلام، انتوا هتقعدوا تتخانقوا وانا كل ما اخش مكان الاقي فيه خناقه. طب يعني هنعمل ايه دلوقتي يا كابتن؟ خلاص الكره اتكتب الغطاس. ماشي الكره اتكتب الغطاس.